مركز الجهوي لتحقن الدم طنجه كيعيش واحد الاشكاليه كبيره مؤخرا نظرا لعده عوامل العامل الاساسي اللي لعب على الاكراهات اللي نعيشه هو مرض كوفيد 19 مرض كوفيد 19 جعل ان حنا كنخدموا باكراهات الطاقه الاستيعابيه الطاقه الاستيعابيه ديالنا كانت محدوده في واحد العدد معين، كنا كنستقبلوا ما بين 70 80 حتى 90 متبرعين في النهار. بعض الاحيان كتجي كيكون اقبال كتوصل حتى ل 100 ولا 120، دابا خصصنا الطاقه الاستيعابيه في النصف بحيث اننا لا نستطيع استقبال اكثر من 60 حتى 70 ديال الناس في النهار. هذا جعل ان حنا المدينه كتعاني من الخصاص. على غرار جميع اقاليم المملكه، المغرب نحن كنعلموا ان حاليا المغرب كامل كيعاني من الخصاص في الدم. طنجه كتعاني على غير جميع الاقاليم آه العرض ديال المتبرعين محدود وحنا كنزيدوا في تحديده لان الطاقه السعابيه كما قلنا محدوده وهنايا كاين اكراهات كيعاني من المواطن وكيبداو بعض المرات اتهامات خاطئه انه كيوقع التلاعب في الدم نحن حنا نقدروا ناكدوا للمواطنين ان الدم اللي كيدخل كيخرج لا غدا ماشي ولكن بعد 72 ساعه من من الاستغلال في المختبرات لان المواطن عاوتاني ما خصوش يجهل بان التبرع اللي كيكون في واحد اليوم معين ما كيبدا الاستغلال ديالو في المختبر الا في اليوم الموالي وما كتخرج النتائج المخبريه الا في اليوم التالي لذاك اليوم الموالي يعني على الاقل الى تبرع المواطن نهار الاثنين راه الدم ديالو ما غيمكن يكون موجود حتى نهار الاربعاء في العشيه يعني حنا كنبقاو الاستغلال ديالو الخروج ديالو اما الاربع في العشيه او الخميس الصباح هذا من جهه من جهه ثانيه بعض المرات كيكون عندنا اكراهات ديال سكو لانفيكسيون ديال الدم يعني لا سيرولوجي كتخرج لنا بوزيتيف اما فيه ليباتيت او لا فيه السيدا لا الله كتجعل بان ديك العينات كامله اللي تبرعوا بها المتبرعين في واحد النهار معين كتوقف الكونترول في اليوم الموالي هذا من جهه كاين واحد العامل اخر اللي كيجعل ان المخزون ديال الدم غير متوفر في المدن كامله هو ان المواظبه ديال المواطنين حنا المواطن الغلب ديالهم كيجيو من اللي كيكون لطلب معين لقريب له كيجي داك الاكتضاد في واحد النهار ومن بعد ما كيجي شي العدد التي كتحتاج المدينه علما بان المدن كامله كتحتاج لان الامراض كثرت ولكن الا جينا الخصوصيه ديال طنجه طنجه حاليا مستشفى الشيخ احمد بن زايد بدا الاستغلال ديالو هذه تقريبا واحد 7 شهور ولا 8 شهور عنده واحد الطلب يومي ما بين 10 حتى ل 20 طلب ديال الدم الا عملنا لكل طلب ديال الدم خصو جوج اولا ثلاثه ديال الاكياس الا عملنا غير 10 ديال الطلبات راه خصنا نوفروا 30 كيس غير للمستشفى د السرطان المصحات الخاصه هذه عامين كانت تنهز 20 مصحة دابا في طنجة ما ينهز 40 مركز استشفائي خاص بعض المصالح ديال المركز الاستشفائي الجامعي بدات كتمارس الاختصاصات ديالها في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي لهذا الطلب في تزايد مستمر هنا كاين اشكاليه ديال البنيه التحتيه التي تعاني منها المدينه هو ان المركز الجوي لتحقن الدم الكائن حاليا بشارع المسيره الخضراء لم يعد كافيا لاستجابه للطلبات او حتى للعرض ديال المتبرعين اللي لان الطاقه الاستيعابيه ديالو محدوده بغض النظر على الوباء ديال الكورونا ان يعني المدينه كبرت الطلبات كيكبروا الامراض كتزاد ولو ان العرض ديال المتبرعين كيتزاد خص مركز يكون في المستوى ديال طنجه الكبرى. أه كاين عامل اخر اللي كيجعل ان الاقتداد كيكون زايد شويه هو ان المركز الجهوي التحق الدم بطنجه كيخدم على جوج الاقاليم كيخدم على عماله طنجه أصيلة وكيخدم على اقليم الفحص انجره. اقليم الفحص انجره اللي الى يومنا هذا ما فيه لا مستشفى اقليمي ولا عيادات خاصه. هنا ما نساوش بان واحد المساحه الاقليميه ديال ذاك الاقليم اللي في واحد الوقت تقسيم التقسيم الاداري كانت كتمشي لتطوان تعالج ولات كتجي لطنجه هذا يؤدي بالاكتضاد اللي كيوقع لنا هنايا في المستشفى الجهوي المركز الاستشفائي الجهوي ديال طنجه اللي كيوقع عليه اكتضاد كبير وبالتالي كيوقع طلب ديال الدم دائما متزايد ومن هنا كان نحاول حنايا نشد المواطنين في أي مناسبة كتجينا نطلب من المواطنين أن المركز الجوي لتحقن الدم بصفة مستمرة، لا يفيد لا المواطن المريض ولا المدينة انك تجي في واحد النهار ويجي من لي 150 اولا 200 المتبرعين اللي غادي نحاولوا حنا نستقبلوهم باش هذا، حنا ما كرهناش يجي بصفة مستمرة لان المعدل ديال الطلب في المدينة كيحتاجوا 70 حتى ل 80 بوش في النهار، ما كرهناش يجيونا 70 حتى ل 80 متبرع يوميا ونستقبلوهم حنايا من 9 الصباح حتى الثلاثة د العشية وهذا كان كن كان المخزون اللي غادي نوفروه كيمشي بصفة منتظمة على طيلة أيام الأسبوع وعلى طيلة شهور السنة. على طلبة الإمام القرطبي الخاصة للتعليم العتيق دعانا أساتذتنا جزاهم الله خيرا أن نتبرع بشيء من الدم إحياء لبعض النفوس التي تحتاج الدم فجئنا لذلك طلب للأجر من الله عز وجل والثواب ومعونة لمن يحتاجون إلى الدم. الحمد لله صح واش اول مره ولا لا اول مره بالنسبه لي انا والحمد لله ما كاين لا خوف لا حتى حاجه انما هو اجر عظيم ونناله عند الله عز وجل ونجده ثم